يقول: ظلمني أحد الموظفين في البلدية ومزق أوراقي وقد كنت أعطيتها له، فاعتراني شعور بالظلم، فدعوت الله عليه أن يمزقه كما مزق أوراقي، فمات بعد سنتين أو ثلاث بحادث مروري مزقت فيه جثته، بحيث لم يستطع على أن يغسل أو يكفن، بل وضعوه في كيس بلاستيكي وخصص لذلك، هل علي إثم أو هل علي شيء فيما دعوت عليه؟ العقوبة حتى في دعاء الشخص على من ظلمه لا يتجاوز فيها حد المظلمة، وهذا يخطئ فيه كثير من الناس. يعني بعض الناس يظلم في قضية ما معينة وفي مصلحة من مصالح الدنيوية، فيدعو على من ظلمه بأن يجعله الله من أهل النار مخلدا فيها، ظلم، أو يدعو عليه بأشياء هي أعظم من الذنب. الله يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين. وفي سورة الشورى قال جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. أخذ العلماء من هذه الآية أن المراتب ثلاثة، المراتب في هذا الباب ثلاثة: الأولى جزاء سيئة بمثلها، وهذا عدل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. المرتبة الثانية العفو، وهذا أكمل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والمرتبة الثالثة الظلم، إن الله لا يحب الظالمين. ففي مثل هذه الأمور يأتي سؤال الآن: إذا مزق الموظف ورقة الإنسان، هل تمزيق الورقة يستحق به عقوبة شرعية أن يؤتى به ويمزق بدنه؟ هل يستحق؟ هو لا يستحق ذلك لتمزيق الورقة. نعم هناك عقوبات أخرى يكون مستحقا لها، لكن اتفاقا ليس مستحق أن يمزق بدنه، إذن لا يصح أن يدعى عليه بذلك، لا يصح أن يدعى عليه بذلك. وقد يكون هذا الأمر منية ذلك الرجل ولا علاقة لها بدعوة هذا الداعي، أو يكون دعا عليه بأمر لا يستحقه، لا يستحق أن يدعى عليه في مثل ذلك بمثل هذا الدعاء. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وأين التسرع في مثل هذا الدعاء مما وقفت عليه في ترجمة عون بن عبد الله في سير أعلام النبلاء، وهي فائدة ثمينة أدعو الجميع إلى تقييدها إما في الذهن أو كتابة. قالوا ذكروا في ترجمته: كان إذا اشتد غضبه من شخص قال بارك الله فيك. كان إذا اشتد غضبه من شخص قال بارك الله فيك. مرة رويتها في أحد المجالس، قال هذا وهو مرتاح ما هو غضبان بماذا يدعو إذا كان في شدة الغضب بارك الله فيك، فكيف وهو مرتاح؟ فالحاصل أن الإنسان ما ينبغي أن يتسرع، وهذا مثل يعني من الاستعجال في الدعاء. نعم.